السلام عليكم. نحن من ريف حلب الجنوبي، صرنا حوالي سنة ناسحين، نزحنا لريف إدلب وتعذبنا كثير بهالأوضاع وعانينا من مشاكل كثيرة، والحمد لله رب العالمين. يعني كان في مشاكل، أول شيء يعني كل العالم عانت منها، مشكلة الأجار، يعني أجار غالي. يعني مثلا أي شقة غرفتين أو ثلاث غرف يعني تلاقي $100 أو $150، يعني صار في شوية استغلال يعني في المنطقة. حسبنا الله ونعم الوكيل، بعين الله. وبالنسبة للأمور المعيشية، يعني صارت الأمور المعيشية سيئة بالنسبة للعالم، يعني أمور الفقر ما ظل مردود، يعني العالم عافت أرزاقها، عافت أموالها، طلعت برواحها، يعني ما في شيء، يعني إيش بده يشتغل؟ اللي عاف أرضه، اللي عاف محله، اللي عارف ما، يعني العالم سبحان الله ما ظل شيء تعتمد عليه غير الله. وبالنسبة لل يعني كوني أنا صاحب محل تجاري، يعني حركة تجارية صفر، العالم فاتحين بريف إدلب ومشتغل، مشتغلين بريف إدلب، يعني فاتحين محل ومشتغل، يعني الحركة نزلت ل 20% بسبب القصف. يعني كل فترة، يعني هاي تعتبر مناطق آمنة، بس هي ما هي آمنة، يعني كل فترة يعني بيقصفها، كل فترة شهر أو 20 يوم تلاقي صار مجزرة. وبعين الله.